بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي الوحدة الأولى الدرس الثاني تكملة لحرف الباء. البحر الحزين. هيا نقرأ يا أبنائي الدرس جيدا. البحر الحزين. ذهبت الأسرة إلى شاطئ البحر فوجدوا مياه البحر بعيدة عن الشاطئ. سألت نور البحر: لماذا تبتعد عنا؟ قال البحر: إنني حزين، فأنا أمنح الناس من خيراتي، ولكنهم يرمون النفايات في مياهي فأتلوث وتموت أسماكي. نقرأه مرة ثانية. البحر الحزين. ذهبت الأسرة إلى شاطئ البحر فوجدوا مياه البحر بعيدة عن الشاطئ. سألت نور البحر: لماذا تبتعد عنا؟ قال البحر: إنني حزين، فأنا أمنح الناس من خيراتي، ولكنهم يرمون النفايات في مياهي فأتلوث وتموت أسماكي. فكر معي ابن الطالب، إلى أين ذهبت الأسرة؟ ممتاز، أحسنتم. ذهبت الأسرة إلى شاطئ البحر ماذا قالت نورة للبحر؟ ممتاز، بارك الله فيكم. قالت له: لماذا تبتعد عنا؟ ماذا قال البحر للنورة؟ قال لها: إنني حزين، فأنا أمنح الناس من خيراتي. فكر معي ابن الطالب في هذا السؤال المهم: لماذا تموت الأسماك عندما ترمى النفايات في البحر؟ لأن النفايات تلوث ماء البحر وتتسمم الأسماك. وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم قريبا إن شاء الله. نستودعكم عناية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.